دوار بني من لا. شنو هو المشكل اللي عندكم هنا؟ عندنا مشكل في واحد الكاريان حيت فرعنا بالغبره ديالو وعاد بادي، لان الا بدا يخدم راه حنا يمكننا نخوى الدوار. شنو هي الاضرار اللي كتسبب لكم دابا هذا الكاريان؟ ايوا الاضرار للزيتون، للفلاحه، للبقر، للكتيبه، للديور، لان المين كيفرقع المين. شنو كيوقع؟ كيتشقونا الديار، راك عارف البني هنا عندنا غير ديال قديم، فهمت؟ وبالنسبه للاقتصاد ديالكم هنايا غير الفلاحه، داكشي الفلاحه باش عايشين، الفلاحه والزيتون هادشي اللي كاين. وهاد الغبره هادي كتضر ضروري، هاد العام راه نقصنا حنا الفلاحه بزاف.